السلام عليكم. إيران المحطة النووية السرية تعود للعمل. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك لتتواصل بجديد الأخبار العاجلة والحصرية حول إيران والدول العربية. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء إعادة دخل الغاز في أجهزة الطرد المركزي في محطة فرد النووية في رابع خطوة تنفذها إيران في إطار خفض التزاماتها بالاتفاق النووي. هذه الخطوة ألقت الضوء على أهمية محطة فرد النووية التي منع الاتفاق النووي المبرم عام 2015 طهران من تخصيب اليورانيوم فيها لمدة 15 عاما، ونص الاتفاق على أنه لن يسمح بالتخصيب في محطة فوردو لمدة 15 عام، كما سيتم تحويل المنشأة بدلا من ذلك إلى مركز للفيزياء والتكنولوجيا النووية، وستنتج أجهزة الطرد المركزي البالغ عددها 1044 جهازا المسموح بتركيبها في الموقع نظائر مشعة لاستخدامها في الطب والزراعة والصناعة والعلوم، أي للأغراض السلمية حصريا. وبناء عليه تعني خطوة إيران الرابعة هذا اليوم إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي في هذه المحطة، وبالتالي إعادة تخصيب اليورانيوم فيها. وكانت إيران بنت محطة نووية قرب قرية فودو في محافظة قم جنوبي طهران سرا في العام 2006 على عمق 80 مترا أسفل هرم جبلي غني بالصخور صلبة لحمايتها من أي هجوم، وهي تعد إحدى أهم محطات تخصيب اليورانيوم الإيراني. ويسيطر الحرس الثوري الإيراني على كامل المنطقة التي بنيت فيها المحطة، حيث نشرت طهران أنظمة صواريخ S-300 الروسية الصنع في العام 2016 في محيطها لحمايتها من أي هجوم محتمل. وفي سبتمبر من العام 2009 تمكنت الاستخبارات الغربية من الكشف عن موقع المحطة النووية من خلال صور للأقمار الصناعية، وأعلن حينها الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنها تضم 3000 جهاز للطرد المركزي. وفي يونيو 2011 أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تخطط لإنتاج يورانيوم متوسط التخصيب والذي يحتوي على تركيز 20% في محطة فوردو، مشيرا إلى أنها ستستخدم اليورانيوم المخصب كوقود لمفاعل طهران للأبحاث السلمية الذي ينتج النظائر الطبية. لكن اليورانيوم بتركيز 20% يمكن أيضا أن يخصب بنسبة 90%، وهي النسبة المطلوبة لصناعة السلاح النووي بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية. وبموجب الاتفاق النووي المؤقت الذي وقع في نوفمبر 2013 توقف إنتاج اليورانيوم متوسط التخصيب في فوردو، وحولت إيران مخزونها إلى أشكال تعد أقل خطرا على انتشار الأسلحة النووية. من الجدير ذكره أن أحد التقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر 2014 لفت إلى أن موقع فوردو كان ينتج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5%. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة والتعليق.